في مدينة أويدا في بنين يعبد الناس الثعابين تكريما لأحد الأجداد الأسطوريين وهو من مؤسسي المدينة. الآن نحن في معبد للفودو. المياه المقدسة لديهم هي نفسها الموجودة في الكنائس لدى الآباء. تعايش ودي بدأ مطلع القرن العشرين عندما تخلى أتباع الفودو عن مساحة من أرضهم وبنوا بأنفسهم كنيسة للمبشرين. لم يتمكن الكاثوليك يوماً رغم جهودهم من سبر أغوار هذه الديانة التقليدية المحمية بالأسرار. لقد حاول الناس محو كل أثر لهذه الديانة، لكن أويدا رفضت. إنهم أولادنا، يذهبون إلى المدرسة ويعتنقون هذه الديانة ويحيون القداس ثم يعودون إلى البيت. يصعب العثور على أحد من سكان بنين يعترف بازدواجية اعتناقه لديانة الفودو والكاثوليكية. التقينا بهذا الرجل عند راهبة الفودو هذه وهو يوفق بين معتقداته الدينية. لم يجبرني أحد على الذهاب إلى الكنيسة، اخترت هذا بنفسي ولن أتخلى عن الفودو. أعتنق الديانتين وعندما أطلب أمنية تتحقق، لكنني لا أستطيع ترك الفودو لأنها جزء من هويتي الثقافية كأفريقي. عند مدخل مدينة أويدا أشاد الأستاذ أنورا أوغاسي جامعة علمية لإطفاء مصداقية على الفودو. يأتي الطلاب إليها لتعلم طريقة تفكير جديدة. كثيرون هنا في بنين مع كل هذه الديانات المستوردة لم يستطيعوا تحديد ثقافتهم التي تشكل عاملاً أساسياً في هويتهم الخاصة. لم يضعف الفودو يوماً بفضل التيارات الجديدة التي أتى بها المهاجرون، خاصة تلك التي ترتكز على الوصايا العشر والإسلام. اليوم عيد الخروف، نحتفل هنا لأن الروح تركت مصر، أي بعبارة أخرى إنه عيد المسلمين. اليوم تكتسب الفودو شعبية بعد منعها إبان الثورة الماركسية، إلا أنه أعيد إحياؤها رسمياً من قبل السلطات منذ عشرات السنين.